السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور تامر الخولي، طبيب جهاز هضمي وكبد مستشفى شبين الحكومي التعليمي. تم ترشيحي من قبل الأستاذ الدكتور محمد عامر للتدريب على كورس الألتراسونوغرافي على البطن والحوض من قبل جمعية الإرس، واللي كانت مقامة في شبين الكوم تحت إشراف نخبة من أساتذتنا في الجهاز الهضمي والكبد والراديولوجي تبع جمعية الإرس، واللي أفادونا استفادة كبير جدا في تشخيص أمراض الكبد وأورام الكبد والجهاز الهضمي والمرارة والطحال، واللي أفادونا جامد جدا واللي خلوا غيروا وجهة نظرنا تجاه المرضى وتجاه السونار. في كل معلومة كانت بتعدى علينا، كانت الأول بتعدى علينا مرور الكرام، لكن دلوقتي كانت كل بوينت ليها تفكير وليها تشخيص وليها ترجمة في عقولنا وأذهاننا. بنشكر جدا جمعية الإرس ونتمنى لهم مزيد من التقدم والرقي وتنظيم المزيد من الدورات في مجال الأشعة وفي مجال المناظير وخصوصا مجال الـ ARCB، ونتمنى لهم دايما مزيد من التقدم والرقي. شاكرين لجمعية الإرس. صباح الخير، أنا نانسي عبد الله، تروبيكال ميديسن، جامعة الفيوم. الحقيقة أنا حابة أشكر الإرس على تواجدها ونشاطها المتميز دايما في كل المؤتمرات في مختلف الجامعات المصرية. أنا كان ليا شرف إن أنا حضرت بيزك أكتر ساوند كورس، وكان ضمن فعاليات مؤتمر الجهاز الهضمي والكبد والطب الفيوم. الحقيقة الكورس كان رائع جدا، استفدنا منه كتير. كان فيه إنتروداكشن للألترا ساوند، كان فيه كمان تعريف بجهاز الفايبر سكان وهاندز أون، قدموا أساتذتنا في جمعية الإرس بطريقة منظمة وشيقة جدا. اتمنى استكمال الكورس ده with advanced ultrasound and hands on. اتمنى كمان يكون في training courses عن الـ GIT industries، وبالتوفيق دائما للجميع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد فاروق السيد، اخصائي طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بمركز علاج الفيروسات الكبدية بأسيوط. الحمد لله وشكرًا، ضميت لعضوية الإيرس في يونيو 2017، كان في نفس يوم اللونش بتاع الجمعية، كان يوم علمي قوي جدا مليان بالمحاضرات القويه جدا. بعد كده حضرت عدد من الكورسز للجمعيه كانت عاملاها على هامش مؤتمر طب المناطق الحاره والجهاز الهضمي في جامعه اسوان. كان كورس تريننج على الدوبلر ابدومينال التراساوند، تريننج فايبر سكان لاساتذتي الدكتور ايهاب فوزي والدكتور محمد البرعي، ودول من اهم مراد التدريب في المجال ده. البروسيدورز دي كانت مهمة جدا بالنسبة لي، لأن أبحاث الدكتورة بتاعتي كلها متعلقة بالأجهزة دي، في براكتس مهمة جدا إن أنا أتعلمها. الحقيقة ما كنتش أتوقع من الجمعية في سنة واحدة منذ إنشائها تعمل عدد كبير من الكورسز على مستوى الجمهورية. بتوقع لهم الفترة الجاية إن شاء الله عدد كبير من الكورسز، ساينتفك ميتينجز، ريسيرش بروجرامز، بروجكتس نقدر نعملها كلنا مع بعض على مستوى كبير وبالتوفيق. انا دكتورة روبان صبري غنان، معيدة مرضى جهاز الهضمي والكبد كلية طب جامعة قناة السويس. انا حضرت كورس بيزك التراساوند تريننج كورس، كان ضمن منشطة الإرس في مؤتمر التنمية الصحية في الإسماعيلية. استفدت ان انا عرفت اساسيات السونار، وقدرت ان انا استخدمه في متابعة مرضى الكبد، وان انا من المسح الامراض اللي هو امراض الكبد خاصه بعد ظهور مرض الفيروس الجديد. بس اتمنى ان الجمعيه لو تقدر توسع نشاطها، ما يبقاش بس مقتصر على فحص القاهره، ولو انها تقدر تبدا تعمل دورات في حاجات ثانيه زي المناظير والاشعه التداخليه نقدر نستفيد. السلام عليكم، اسمي دكتور محمد مسعد، مستشفى شبين الكوم التعليمي جهاز هضمي الكبد. شرفت اني حضرت ندوه ودوره المناظير الجهاز الهضمي في مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت رعايه الجمعيه المصريه لطب الكبد وبحث طب الكبد والجهاز الهضمي تحت رعايه دكتور محمد عامر. كان الدوره مكثفه جميله، اتعلمت فيها حاجات كتير، اتعلمت فيها حاجات ادفانسد، كان في محاضرات نظريه وكان في هاندس اون. تعلمنا الدياجنوستيك اندوسكوبي ابر اندوسكوبي، تعلمنا الباند ريجيشن، تعلمنا الفيرسيل انجكشن، تعلمنا ازاي نركب سيرجيكال ستنت. كان تشرفنا بمعرفه اساتذتنا الفاضل وتعلمنا تحت ايديهم. اتمنى انها تتكرر تاني وان هم يشرفونا تاني في مستشفى شبين الكوم التعليمي.
وان شاء الله في المستقبل نتعلم حاجات تانية اكتر تحت رعاية الارث. وفي انتظار المزيد من المؤتمرات والندوات الناجحة ان شاء الله. صباح الخير على جميع السادة الحضور. انا الدكتور مينا ثروة شكري، مدرس مساعد قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي والكبد بجامعة اسوان. شرفت بالاشتراك في العديد من انشطة جروب ايرث، كان اشهرهم واهمهم بالنسبة لي الاشتراك في تنظيم واعداد دورة Advanced Imaging Technique، بالاشتراك مع قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بجامعة اسوان في مؤتمر اسوان جاسترو هيب 2 في شهر فبراير من هذا العام، كان بيشمل على Advanced Imaging Learning بتشمل فايبروسكان دوبلر التراساوند من خلال محاضرات نظرية ثم ورش عمل تطبيقية لما تم تناوله من المحاضرات النظرية. أتمنى أن يحالفنا الحظ بالاشتراك في مجموعة من الأنشطة العلمية الأخرى الخاصة بمجموعة إيرث، شاملة محاضرات نظرية وإمكانية توفير أكبر قدر ممكن من ورش العمل الخاصة بالإيمجينج أند إندوسكوبي تكنيك. السلام عليكم ورحمة الله، أنا إيمان محمود فارس تروبيكال ميديسن طب الفيوم. الحقيقة أنا حضرت كورس الأبدومن الألتراساوند أند فايبر سكان، كورس اللي قدمه أساس الأعضاء جمعية الإيرث من فعاليات المؤتمر السنوي باسم أمراض المتوطنة. كنت حابة أشارككم تجربتي. الحقيقة الكورس كان منظم وكان رائع، وكنت لسه كان فيه معلومات قيمة، استفدنا معلومات قيمة جدا في فترة زمنية قصيرة. كان الكورس يعتبر بداية رائعة جدا لأي طبيب لسه حديثا بيستخدم أبدومن الألتراساوند ومعندوش فكرة في استخدام الألتراساوند، خاصة إن جهاز الألتراساوند يعتبر حاجة مهمة جدا للجسر وانتروفيست، يعتبر وان أوف أيس. فأتمنى من جمعية الإيرث إن هم يزودونا بمور أدفانس أبدومن الألتراساوند، وفي كورسس إن انترفيشن أبدومن الألتراساوند يبقى فيه كونتينيوس تريننج للأتندنت. توفيق للجميع، شكرا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي دكتور احمد عطيه، مدرس اعمال متوطنه جامعه الزقازيق. سعدني ان انا اكون عضو في جمعيه الارث، وان انا حضرت في راس القلب جلسه عن تريتمنت اوفر الباكتر بايلوري وعن الابديت في علاج الجيرد. حضرت في الملوخيه ندوه عن تدريبية عن البيزك ألتراساوند، وكان يشرفني من أعضاء الجمعية كان تم استضافتهم في الزقازيق بدعوة من الأستاذ الدكتور أحمدي. وكان يوم مميز، تكلمنا فيه عن الأبديت وفي تريتمنت وهباتيتس سي وتريتمنت للبيشنت نوفيل على تريتمنت اون دايركت انتي فايرال دراجز. واتمنى دائما المشاركه مع جمعيه الارث في الندوات العلميه وفي الجلسات التدريبيه. وشكرا. انا اسمي دكتور ناجح يونس محروس، مدرس مساعد امراض الجهاز الهضمي والكبد كليه الطب جامعه قناه السويس. انا حضرت السيشن بتاعه الناش ضمن انشطه جمعيه الارث في مؤتمر تامين استحقاق الاسماعيليه. كانت جلسه مفيده ومثمره، تعرفنا عليها على احدث جايد لاينز لعلاج الناش، وخصوصا الناش دلوقتي مشكله متزايده في مصر وفي العالم كله مع انتشار السمنه وانتشار امراض السكر، خصوصا بعد نسبه فيروس سي بتقل دلوقتي. تعتبر خطه الدوله القضاء على فيروس سي سنه 2020، واحنا بنتطلع ان جمعيه الارث يكون ليها انشطه متعدده في جميع المحافظات وتكون غير مقتصره على جامعه القاهره في جميع امراض الكبد والجهاز الهضمي. معاكم دكتور محمد نور الدين، استشاري مناظير الجهاز الهضمي والكبد محافظه الشرقيه. انضممت للايرث منذ حوالي العام، كنت احد الاعضاء المؤسسين. اشتركت في معظم فعاليات الايرث على مدار العام الماضي، منها حضور دورة السونار المركزة في محافظة المنوفية في شبين بالتحديد، كما حضرنا اليوم العلمي الخاص بفيروس سي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. واشتركت في معظم الفعاليات الخاصة بالتدريب على المناظير ومناظرة الحالات العلمية. أدعو جميع شباب الأطباء إلى الانضمام للإيرث، لأنها هي الأمل في مستقبل واعد في التدريب الجيد على المناظير والأشعة ومعظم المهارات التي يفتقدها شباب الأطباء في مصر. أول مؤتمر للإيرث هذا العام إن شاء الله يكلل بالنجاح
ويبقى مستمر ويكون من افضل المؤتمرات في مصر. شكرا جزيلا.